بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتولنا مع الصالحين يا رحمن يا رحيم. اما بعد، السلام عليكم. الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالافضل الاقدر جل جلاله وعم نواله كل الكائنات. قلنا الامشيك فلا بفضل الرحمن هو نبي كريم قتله أهل العدوان أي بني إسرائيل، وهذا شأنهم عبر تاريخهم المظلم. لماذا يكون سيدنا زكريا عليه السلام يكون كافل لها؟ لأنهم أسرار، مش تعلموا هي كيف يعتمد الله يكون بالمطلق حتى يولي ينجب، لأنه كان خايف لا يتوفاه الله، يأتي الأجل ويتخلى الأجواء لبني صهيون أهل المعبد المفسدين في أرض رب العالمين. وفي آن واحد هم قلنا نشك في نزاهتهم، نشك في صدقهم وإظهار تمثيلياتهم، نشك فيهم أن يكونوا آل لرعاية سيدنا مريم عليه السلام. شوف العناية الإلهية، أم سيدنا عيسى عليه السلام جعلها ربي حاصنا فرجها، جعلها حافظا لدينها بالتمام كما لا تلويذ فيه، وجعل كذلك تحت كفالة نبي عهدها وعصرها سيدنا زكريا عليه السلام أب سيدنا يحيى عليه السلام. نعود إن شاء الله الرحمن الرحيم.